أسخنة وكرهتي وش طيبي جبت لك الحل اسهل وصفة بيتزا مكسيكان ديريها في وقفة وزيد بزيادة اقتصادية كاس حليب دافي كاس دافي مغرفة كبيرة خميرة الخبز زوج مغارف سكر تخلطيهم مليح بالفوي وتزيدي لهم حبة بيض وعشر مغارف تاع الزيت تلمي العجينه ديالك بالفارينه ما تنسيش تزيدي لها نصب مغرفه تاع خميره تاع الحلوه طمي العجينه ديالك دلكيها خمس دقائق وحطيها في البلون دو طرافاي قسميها راح تعطيك حوالي 12 قطعه كل قطعه تشكل لك خبزه ما شاء الله راح تجيب بزاف شابه حليها رقيقه في البلون دو طرافاي ديري لها صوص طوماط ودي لها صوص دو فرماج فرماج غابي وغلقيها غلقي الحواف ديالها بالبيض ودهنيها بصفار بيض راح تجيب بزاف بنينه وخفيفه